والله شوف يا جماعة، أنا ما أبغى أتفلسف كثير ولا أبغى أكثر كلام، أنا فيني كمية حلطمة. إيش فيه؟ إيش اللي قاعد يصير؟ كل ما نقول إنه الأنمي هذا وصل إلى مرحلة عالية جدا من التعقيد ومن القوة ومن الترتيب والفوضى في نفس الوقت، نكتشف إنه لا، باقي كثير، باقي ما زال معقد ومليان فوضى اكثر من اي شيء ثاني. انا ما عارف ايش اللي في راس الكاتب، قلت لكم مره في راسه حمير، في راسه كائنات فضائيه، ايش في راس ام الكاتب هذا انا ما عارف، بس اللي انا متاكد منه يا جماعه انه مره عبقري الى حد الان، يعني انه اللي صار في حلقه اليوم شيء غريب. كما هو اول كاتب يخوض في عالم الذكريات والمستقبل والماضي والتاثير، تاثير الفراشه زي ما يقولوا او باترفلاي افكت، بس لا، مستوى العبقريه والهبل اللي صاير في ذا الانمي ما تدري كيف تفسرها صراحه، شيء غريب. تبدأ العالم بشكل وتعطينا فكرة كذا وخلاص نبدأ نؤمن فيها، بعدين تجي تخرب أم الفكرة الأولى وتبني لنا فكرة جديدة وتخلينا نؤمن بالفكرة الجديدة ونلعن أم الفكرة القديمة، بعدين تطلع لنا فكرة ثالثة تخلينا نلعن الأولى والثانية ونبدأ نفكر إيش في من فكرة ثالثة رابعة خامسة سادسة جاء، إيش في يا إسيامة، ارحمني. ترى خلاص خلاص كفاية. طيب يا جماعة قبل ما نبدأ خليني أذكركم بالراعي الرسمي لأنمي هجوم العمالقة أو للبارت الثاني بالتحديد، وهو متجر إيدو اللي أرسلوا لي هذا التيشيرت الجميل تبع إيرين ييغا وغيره من التيشيرتات الثانية اللي لها علاقة بأنمي هجوم العمالقة. أبغاكم تشيكوا على متجرهم، موجود في الوصف، راح تلقوا عندهم تيشيرتات وبلوفرات ومنتجات جدا ممتازة لها علاقة بأنمي هجوم العمالقة وغير هجوم العمالقة، ولو حابين تشتروا من عندهم راح تلقوا كود الخصم تبعي وجيه راح أكتب لكم في صندوق الوصف، وتأكدوا أنكم تستخدموا جميع حروف الكوبون بخط صغير علشان يشتغل معاكم الكوبون من دون اي مشاكل. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حلقه مليانه حوارات، مليانه ذكريات، حلقه من قلب عالم الذكريات وبالتحديد داخل ذكريات من بدا هذه الفوضى كلها، غريشا او ابو ايرين وزيك، او على الاقل اللي كنا نتوقع انه هو سبب كل هذه الفوضى. تلكم كاتب شيطان يخليك تتوقع شيء وتؤمن فيه بعدين يخليك تكفر فيه مره ثانيه كذا. انا اسياما، انا هايبا كلب مجنون نحبه كمان. في حلقة اليوم يا جماعة اكتشفنا أشياء كثيرة، من ضمنها إنه زيك رسميا حصل على قوة العملاق المؤسس مثل ما قال في الحلقة الماضية، وبدل ما يبدأ في تنفيذ خطة القتل الرحيم وتحريك عمالقة الدك للدفاع عن بارادايس، قرر إنه لا، أصبر، لاحقين على خطة القتل الرحيم، لاحقين على تفعيل عمالقة الدك للدفاع عن بارادايس، خلونا الآن بما إني جالس في هذا المكان اللي الوقت فيه تقريبا لا منتهي ومتوقف تقريبا، وأبدأ أحاول أعدل تفكير إيرين. فقرر إنه يأخذ إيرين إلى عالم الذكريات وبالتحديد إلى ذكريات والدهم غريشا. ليش؟ لماذا؟ واي يزيك؟ ببساطة علشان يتأكد إنه ينظف دماغ إيرين من كل الأفكار الملوثة اللي زرعها في رأسه والدهم غريشا، أفكار الحرب والتمرد والانتقام وغيرها من الأفكار اللي زرعها والدهم داخله، وكمان علشان يثبت لإيرين إنه أنت يا إيرين إنسان طيب بالفطرة، يفترض إنك إنسان طيب بالفطرة لولا إنه والدنا غريشا غسل دماغك وخلاك إنسان جدا مهووس في الحرب والانتقام وغيره من الأفكار. زيك مؤمن إنه الموضوع موضوع تربوي، أنت يا إيرين أتربيت بشكل معين علشان كذا هذه شخصيتك انتقامية ومجنونة ومتمردة وتبغى مشاكل. إلى الآن الأمور طيبة، خطة حلوة من زيك، نظف دماغ إيرين، ظبطه، سوي له كذا فورمات من جديد وخليه يرجع إنسان طيب، وبعدين نبدأ نفذ خطتك. بس الصدمة مش هنا، الصدمة يا حبيبي يا حبيبتي يا حبايبي الوجهاء، إنه زيك لما بدأ يتجول في ذكريات غريشا هو وإيرين اكتشف العكس تماما. اكتشف إنه غريشا ربى إيرين تربية يعني جدا طبيعية وكويسة، ما هي سيئة، لا علموا لا تمرد ولا علموا على الانتقام ولا حتى علموا عن أي تاريخ إلديا والعمالقة والفوضى اللي في العالم الخارجي أبدا، خلاه يعيش طفولته بشكل طبيعي إلى حد كبير. يعني حرفيا غريشا ما كان ناوي يخلي إيرين يطلع بذا الشكل ولا كان مخطط، لأنه حتى لما إيرين راح وأنقذ ميكاسا وهي صغيرة وقتل الحرامية اللي حوالينها غريشا كان مصدوم. هذا إيرين ولدي، انا ما ربيته كذا، وش بامه قتل الحراميه كذا، ايش فيه إيرين، انا ما ربيتك زي كذا، ايش قاعد تسوي؟ حرفيا كان مصدوم غريشا، مصدوم لانه ما ربى إيرين بالشكل هذا. طيب مين اللي سوى بإيرين كذا؟ ليش إيرين كذا؟ وهنا وصلنا الجواب من إيرين نفسه لما قال انا من يوم كنت صغير وانا اطمح للحريه وارفض انصاع لاي اوامر ما تعجبني، غريشا وامي ربوني احلى تربيه وبالعكس تربيتهم ما لها اي علاقه باللي انا صرت فيه، تمردي وطموحي للحرب والحريه هي شيء فيه.
الفطري ولدت عليه. كيف؟ التربية هي العامل الأساسي في تكوين شخصية الإنسان. إذا أنت ربيته على الخير بيطلع خير، إذا أنت ربيته على الشر بيطلع شرير. طب إيرن تربى تربية كويسة وفي بيئة نظيفة، كيف صار كذا؟ زيك كمان مصدوم، إيش فيه؟ أنا كنت متوقع إني آخذك إيرن في جولة داخل ذكريات أبونا علشان أوريك كيف غسل دماغك. طلع الأب ما سوى شيء لإيرن، يقلع أمه الصدمة. نحتاج إجابة، نحتاج إجابة، نحتاج إجابة، كيف صار إيرن زي كذا؟ بالرغم من إنه فيه إجابة بس مش متأكدين منها للحين، بنتكلم عنها بعد شوية. طيب يا جماعة، من بين كل العمالقة التسعة في حاجة يعني كلنا نعرفها، ولكن في أشياء تأكدت لنا في حلقة اليوم. كل عملاق من العمالقة التسعة يتميز بخصائص معينة. عملاق زيكا والعملاق الوحش عنده القدرة إنه يتحكم بالعمالقة العشوائيين، ويقدر يخلق عمالقة عشوائيين عن طريق سائل النخاع الشوكي تبعه. وعملاق المطرقة عنده القدرة إنه يصنع أي أسلحة ويكون أي شيء من لا شيء عن طريق قوته. العملاق الضخم بمثابة قنبلة نووية أو قنبلة مصغرة كده تنفجر وتدمر كل شيء حوالينها، فضلا عن أنه العملاق الضخم بمثابة عملاق دك بس وحيد، يقعد يمشي ويدهس كل شيء في طريقه. العملاق العربة برضو تستخدم كعربة مسلحة وكعربة تنقل الأشياء ومن هذا الكلام. العملاق الفك من اسمه العملاق الفك، فكه جدا قوي ومخالبه جدا قوية، وفضلا عن السرعة والمهارات القتالية اللي تمتع فيها. العملاق المدرع من اسمه العملاق المدرع، درع يمشي وما حد يقدر يسوي له شيء. العملاق الأنثى برضو عندها ميزاته ومهاراتها القتالية ومن ذا الكلام. المؤسس اسمه العملاق المؤسس لأنه هو المؤسس لولا عهد نقض الحرب اللي مبتلش فيه ومو مخليه يقدر يتحكم بكامل قوته. كل العمالقة عارفين قوتهم وامورهم كويسة، وفجأة يجيك العملاق المهاجم ونكتشف انه عنده القدرة على رؤية المستقبل، مش التنبؤ بالمستقبل. التنبؤ معناته انه في احتمالية يكون كذا وفي احتمالية يكون لا، لا يشوف المستقبل مثل ما هو، يشوف ايش بيصير في المستقبل. وركزوا يا جماعة، كون الانسان عنده قدرة انه يشوف المستقبل او علم الغيب فيما معناه، معناته انه شايف شيء المؤسس نفسه مش شايفه، او على الاقل في وضع المؤسس الحالي اللي هو عنده عهد نبذ الحرب او عهد نقض الحرب اللي ما يقدر يخليه يستخدم قوته كاملة. العملاق المهاجم حرفيا هو اقوى عملاق موجود حاليا، اقوى من العملاق المؤسس، لانه العملاق المؤسس زي ما قلت لكم قوته محدودة الان بعهد نبذ الحرب. وهذه القدرة، قدرة رؤية المستقبل، اعطت اي شخص يملك قوة العملاق المهاجم ميزة ما هي عند احد ابدا. علشان كده قلت لكم العملاق المهاجم هو اقوى عملاق، مش من ناحية القوة البدنية، ولكن من ناحية انه يقدر يشوف شيء ما حد شافه، يقدر يتنبأ بالمستقبل، يقدر يشوف المستقبل عفوا، وهذه بحد ذاتها قوة ما لها اي مثيل. خليني اسهل عليك الموضوع واشرح لك كيف انه قوة رؤية المستقبل هي شيء ما له مثيل ابدا وخطير جدا في نفس الوقت. اذا انت قائد في احد المعارك ورئيس دولتك اعطاك توجيهات واوامر جدا واضحة، قال لك لا تقاتل، لا تخرج من ارضك، لا تسوي اي شيء، لاني انا المؤسس او الملك عندي خطة، والخطة هذه بتكون نتائجها جدا ممتازة. انت كإنسان طبيعي بتقول اوكي انا اؤمن بالملك ومؤمن انه تفكيره سليم وعنده خطة، ولكن ولكن وبطريقة ما قدرت في لحظة انك تشوف المستقبل وتشوف نتائج الخطة هذه اللي طلب منك رئيسك تنفيذها، وشفت انه المستقبل راح يكون مختلف تماما لو انك سمعت كلام رئيسك، وانه خطته راح تفشل اشد فشل. ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي عزيزي الوجيه؟ ايش راح تسوي عزيزتي الوجيهة؟ هل راح تحط رجل على رجل وتقول يلا طوز يا عمي الخطة فشلت ولا نجحت، ما يهمنا اهم شيء نسمع كلام الملك؟ اكيد لا، انت شايف انه المستقبل بيكون مختلف عن اللي متوقعه ملكك، اكيد راح تتمرد، اكيد انك راح تحاول تنقذ نفسك وارضك وشعبك بكل ما اوتيت من قوة، لانك شفت المستقبل وشفت شيء مختلف عن اللي متوقعه رئيسك. اها هي هذا اللي حصل مع ايرن. ايرن يا حبيبي شاف المستقبل وشاف وش راح يصير للعرق الالدي لو انه زيك نفذ خطة القتل الرحيم. ايرن شاف المستقبل وشاف وش راح يصير لو جريشا ما قتل الأسرة المالكة تحت الأرض وأخذ منهم قوة العملاق المؤسس. إيرين شاف المستقبل وشاف وش راح يصير لو إنه جلس مكتوف الأيدي من دون أي حراك. طيب إيش شاف إيرين؟ إيش المستقبل اللي شافه إيرين وخلاه يسوي كذا؟ إلى الآن ما ندري، ولكن الأكيد إننا راح نكتشف هذا الشيء مستقبلا. كاتب الكاتب طيب حلو، السؤال الأهم الآن، كيف إيرين قدر يتحكم بقرارات جريشا لما كان تحت الأرض؟ جريشا حرفيا كان ناوي ينسحب، بلا أقتل العائلة المؤسسة وخذ العملاق المؤسس، بلا خرابيط هذه، رمى السكينة وكان ناوي يرجع البيت. ولكن فجأة إيرين من داخل الذكريات اللي هو ما هو موجود في هذه الذكرى أصلا، كان مجرد طفل، تدخل وخلى جريشا يغير كلامه. كيف؟ شلون؟ كيف؟ كيف؟
شلون؟ هل هذا برضو جزء من قوة العملاق المهاجم؟ أوكي قلنا العملاق المهاجم يطمح للحرية ويشوف المستقبل، بس كيف قدر إنه يأثر على ذكريات جريشا؟ من داخل ذكريات جريشا ما فيه أي تفسير إلا أنه برضو هذا جزء من قوة العملاق المهاجم. العملاق المهاجم لو لقي طريقة أنه يدخل إلى عالم الذكريات بيكون عنده القدرة على التأثير على أي شخص يملك قوة العملاق المهاجم، سواء في الماضي أو في المستقبل. Damn! Son of a... مستوعبين أنتوا لحظة المخ اللي احنا فيها؟ يب شيء غريب. طيب حلو، السؤال الثاني، خلوا إيرين على جنب، خلوا جريشا على جنب، كلهم عندهم قوة العملاق المهاجم. كيف جريشا كيف جريشا قدر انه يشوف زيك داخل عالم الذكريات؟ ما كانوا في الذكريات ولا كانوا في الماضي ولا كانوا مسافرين عبر الزمن؟ اي انت لما تدخل عالم الذكريات معناته انك سافرت عبر الزمن. ايش فيها وجهت سوق امها؟ اللي بقول لكم انه جريشا قدر يشوف زيك داخل عالم الذكريات بهيئته الكبيرة، بالرغم من انه زيك وقتها كان برضو مجرد طفل. واتوقع والله اعلم انه لانه جريشا عنده قوة العملاق المهاجم يقدر يشوف اي شخص مسافر عبر الزمن او داخل الذكريات. يب هذا التفسير الوحيد. اصلا طول الوقت واحنا قاعدين نتجول في ذكريات جريشا مع زيك وايرين، كنا نشوف انه جريشا قاعد يشوف ايرين لفترة ما ويشوف زيك، شافهم اكثر من مرة بس مش بشكل دائم، يعني كأنه حاسس ومستشعر وجودهم. برضو لاحظنا انه معظم قرارات جريشا اللي صارت ايرين له يد فيها بطريقة او باخرى. خلي ايرين على جنب، ما لنا في قوة العملاق المهاجم. ولكن يا جماعة في شيء مهم جدا برضو صار في نهاية الحلقة، لما خرج جريشا من تحت الأرض بعد ما قتل العائلة المالكة وأخذ قوة العملاق المؤسس وجلس يصيح، كان يقول مبسوط يا إيرين، مبسوط، تمام، سويت اللي انت تبغاه. حرفيا يعني جريشا كان عارف ان ابنه ايرين من المستقبل هو اللي قاعد يتحكم في قراراته حاليا، وكان مؤمن فيها وكان مستسلم لها. حتى لما خرج وحضن زيك، كيف حضن زيك انا ماني عارف، وايش قال له؟ قال له حاجة مهمة جدا، بغض النظر عن اللحظة العاطفية اللي صارت بينه وبين ابنه، وكانت لحظة جدا جميلة وأعطت زيك يعني لحظة سلام يمكن كان يتمناها. قال له وقف إيرين، إيرين ذا لازم يوقف، إيرين هذا خطير، إيرين هذا معاه بقعة، معاه مصيبة. هل معقولة يا جماعة إنه إيرين هو حجر الأساس لكل هذه القصة؟ هل الفوضى ذي اللي صايرة من الموسم الأول وإلى يومنا هذا كلها من تحت إيرين؟ أنا والله راسي بينفجر. أنا كل ما أتوقع أنه خلاص بنوصل إلى خط واضح ومستقيم في هذه الخطة وبنبدأ نشوف الأحداث تمشي بشكل يعني خلاص يعطينا النهاية اللي نحتاجها أو الأشياء اللي ممكن تصير مثل توقعاتنا، يصير شيء مختلف تماما، شيء مختلف تماما. أنا راسي بينفجر، والله راسي بينفجر. والكاتب هذا تحية احترام لهذا الكاتب المجنون، وكف على وجهك لأنك لحست مخنا صراحة. نحبك بس برضو كده ودنا والسؤال الأهم عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة، كيف قدر إيرين إنه يخرج من عالم الذكريات ويرجع إلى المسار مع زيك وهو عنده قوة العملاق المهاجم؟ بس يا ولد العملاق المهاجم ذا يا جماعة، العملاق المهاجم وإيرين ذولي مصيبة. أتوقع إذا في ذنب واحد ارتكبه المؤسس فهو إنه سوى شيء اسمه العملاق المهاجم وأعطاه قوة التنبؤ أو رؤية المستقبل، لأنه نكب أم الخطة ونكب أم قوة العمالقة الثانيين وخلى عنده عملاق قد يكون أقوى من المؤسس نفسه. يا ساتر. إيرين عنده خطة، إيش هي؟ ما حد عارف. إيرين شاف المستقبل وشاف نتائج خطة زيك وشاف نتائج انسحاب جريشا، لو إنه انسحب من هذاك المكان اللي تحت الأرض قرر إنه يمنع كل شيء وينفذ خطة معينة في رأسه هو. إيش هذه الخطة؟ الله أعلم، ولكن الأكيد إنها راح تخلي المستقبل اللي شافه إيرين يمشي بشكل مختلف تماما وفي صالح إلدي. حلقة عبقرية ومخيفة وتورينا قد إيش إنه هذا الكاتب ما هو عاقل أبدا. أي نعم إذا ما تم تفسير الفوضى اللي صارت في هذه الحلقة والحلقات الماضية بشكل كويس راح تنقلب الطاولة على رأس الكاتب، ولكن أنا كل تفاؤل بقد ما أنا ودي أضرب إسيامة ذا كده يعني ضربة حب، إلا إني ما زلت متفائل إنه هذا الكاتب عارف وش قاعد يسوي ومضبطنا بأحداث دسمة في الحلقات القادمة. يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة، لايك لو عجبكم الفيديو، واشتركوا القناة لو ما كنتم مشتركين، وشيكوا على متجر إيدو واستخدموا كود الخصم تبعي وجيه لشراء المنتجات من داخل المتجر. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام كلها بنفس الاسم وجيه أوتو، عندنا فعاليات تصير بين فترة وفترة وأحيانا ما في فعاليات بس تعالوا تابعوني يعني ليش لا. يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.